السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أخواتي إخواني في وصفة جديدة من وصفات مطبخ نصيرة. إن شاء الله تكونوا كاع بخير وبصحة وبعافية. إذا اليوم راح نشوفوا طريقة تحضير لا تارت أو سيترون أو كيكة بكريمة الليمون. وشكلها هذا هو شكلها كما راكم تشوفوا، شكل شباب ورائع، والمذاق كذلك تجي بنينة بنينة وخفيفة، يعني حقيقة تستحق التجربة. إذا راح نشوفوا طريقة تحضيرها مع بعض وإن شاء الله تعجبكم. إذن أول شيء راح نحضروا لاموس إيفوار وسيترون. إذا نديروا في الكاسرول تاعنا 135 ملل لاكريم فخيش، نضيفوا لها لو زاس دو سيترون أو مبشور الليمون، ونديروها فوق النار تحمالنا شوية، يعني متخلوهاش تغلى. كي تشوفوها حمات وبدات تدير الجلفة إذن خلاص توخروها من النار. اذا نديروها مباشره بعد ما نخرجها من النار، نديروها مباشره في المصفات، نصفوا هذاك لو زيس دو سيترون اللي درناه، خلاص يكون طلق يعني هذاك لو كو تاع السيترون في لاكريم. والكريمة تاعنا مباشرة نفرغوها فوق 135 غرام شوكولا بلون أو الشوكولاتة البيضاء أو الشوكولا إيفوار. إذن ونخلطو هادو كاع مع بعض. الشوكولاتة هنا أنا راني رابيتها باش تسهل، يعني باش تدوب بالخف. إذن ديرو تكون مرابية من الأفضل هكا بالخف تدوب لكم. إذن هكذا ونخلطو مليح مليح حتى تدوب لنا كاع الشوكولا تاعنا. اذا نخلوه عدد الخليط على جيه ياخذ يعني حتى يبرد مليح مليح بدرجه حراره المطبخ. اذا هكذا نوخروه على جهه ونخلوه يبرد، وفي بول واحد اخر نديرو تلتميات ملالات لاكريم فخيش اذا نضيفوا لها شويه تاع ليكستري دو سيترون. اذا انا هذا ليكستري اللي عندي جاي كونسونطري بزاف، يعني جاي مركز وجاي ثقيل بزاف وقاطع. اذا درت منه غير شويه، درت فقط على راس مغرف صغيره شويه تاع هذا ليكستري، وانتم يعني على حساب اللي عندكم. الا كان عندكم قاطع كيما هذا تاعي ديروا كيما انا غير شويه، سينو انا ما كانش قاطع ديروا شويه اكثر من هاك. اذا فوالا شوفوا انا شحال درت غير على راس مغرف صغيره هكذا تاع ليكستري دو سيترون. اذا نفرغوه على هذيك لاكريم ونطلعوا لاكريم تاعنا، ونطلعوا لاكريم تاعنا مليح مليح بالباتر. اذا هكذا راهي طلعت لاكريم تاعنا. اذا الشوكولا اللي كنا درنا ذوبناها مع لاكريم فخيش، اذا راح نقيسوا درجه الحراره تاعها، يعني لازم تكون بارده، يعني لازم درجه الحراره تاعها تكون ما بين 20 الى 25 درجه. اذا فوالا كما راكم تشوفوا تاعي راهي واصله 25 درجه. اذا خلاص هنا قادرين نخلطوها مع لاكريم تاعنا. اذا هكذا نفرغوها على ثلاث مراحل، نفرغوها ونخلطوا نفرغوا ونخلطوا حتى نكملوا كاع الشوكولا تاعنا. اذا هكذا فرغوا شويه ونخلطوا بالباتر حتى تدخل مليح هكذا الشوكولا مع لاكريم، ونتحصلوا على لاموس ايفوار وسيترون. لاموس ايفوار معناتها لاموس مخدومه بالشوكولا بلون، وسيترون يعني بمذاق الليمون. اذا هذه هي لاموس ايفوار او سيترون او موس الشوكولاته البيضاء بذوق الليمون.
اللي تجي بنينه بنينه بزاف، ونقدروا نستعملوها كحشو لي تارت او لي كيك تاوعنا. هاد لاكخام اذا بغيتوها يعني تكون جامده اكثر منها، قادرين تزيدوا لها جيلاتين، ديروا دو فو دي جيلاتين وتفرغوها مع الشوكولا، مع الشوكولا كده، تفرغوا لاكخام، تفرغوا فوقها تاني الجيلاتين وتذوبوها مع الشوكولا. اذا راح تعطيكم قوام متماسك اكثر من بعد. اذا بغيتوا ديروها في لي زونترومي باغ اكزومبل، او اي حاجه يعني اللي تستلزم عليكم لاكخام تكون فيها متماسكه، اذا قادرين تزيدوا لها لا جيلاتين. سينو هنا حنا في هذه الوصفه نستغنوا عليها، لانه يعني ماشي مشروع تكون متماسكه بزاف. اذا هكذا نخلطوا لاموس تاعنا، فوالا. اذا هكذا لاموس ايفوار وسيترون راهي جاهزه. اذا ندخلوها للثلاجه يعني لو طون لي نبداو نخدموا بها. اذا خلاص هنا راح نبدا المونتاج تاعي. انا هنا هاد لاجينواز كما راكم تشوفوا، هاد لاجينواز هي نفسها لاجينواز اللي كنت درتها لكم مقبل في فيديو وحدها. اذا راح نحط لكم رابط الوصفه تحت لا فيديو تدوها منه. اذا هذيك نفس الوصفه بسبعه حبات بيض درت بها هاد لي دو جينواز، يعني جينواز وحده بسبعه حبات بيض قسمتها على اثنين، درت يعني نصفها في مول دائري تاع 20 سنتيمتر، القطر تاعها 20 سنتيمتر، والنصف الثاني درته في هذا الاطار هذا اللي جاي كاري كما راكم تشوفوا. اذا انا نفس جينواز وحده تاع 7 بيض اللي راح تلقاوها في هذاك الرابط هي نفسها اللي درتها هنا وقسمتها على اثنين، درت نصها في المول الدائري ونصفها في هذاك الاطار اللي عنده الشكل كاري. اذا هنايا لا جينواز تاعنا كما راكم تشوفوا انا قلعت لها كاع الحاشيه هكذا، باش من بعد كي يعني ندير لا طارت تاعي وتشوفوا يعني في الطبقات ما نشوفوش يعني هاد الطبقه اللي تكون يعني بهذا اللون بني، يعني كل الحاشيه تاعها بني، لا لا باش نشوفوا الحاشيه تاعها تكون بيضاء. اذا هكذا قلعت لها كاع الحاشيه تاعها هذاك اللي يكون اللون تاعها بني، باش نتحصل على لون يعني تاع الجينواز الداخلي في الحاشيه. اذا هكذا نحطها في السطح اللي غادي نخدم فيه، ونحط فون ندخلها في الاطار كما هذا اللي يكون نتحل ويتبلع باش يساعدنا في المونتاج، ونبداو نديرو المونتاج تاعنا. اذا نسقو الجينواز تاعنا بالسيرو. هذا السيرو انا درت فيه زوج كيسان ماء مع كاس سكر وشويه تاع مبشور الليمون. مبشور الليمون هو اللي عطى هذا اللون الاصفر. اذا تخلوا هادو ثلاثه يغلو مع بعض لمده 5 دقائق، وديروهم في بعد الفريجيدار يبردوا شويه. اذا وتسقوا بهم لا جينواز تاعكم. اذا هكذا نسقوها مليح. اذا تبغوها يعني تكون شاربه غايه اذا تسقوها غايه، واذا ما تبغوهاش تكون مسقيه بزاف يعني تسقوها غير شويه، نتوما يعني على حسب ما يبغوا افراد العائله. اذا ونديروا لاموس ايفوار وسيترون اللي كنا خدمناها هكذا كطبقة ثانية فوق لاجينواز. إذا هكذا نديرو كمية من لاموس ونمشوها على كامل السطح الدائري هكذا، ونمشوها كاع على الإطار. إذا الإطار راح يساعدكم بزاف بزاف باش تخدموا يعني لاطارت تاعكم، وباش يجو عندكم يعني حواف متساوية وما تخرجش لكمش الكريمة يعني على لاجينواز. اذا ضروري يعني باش ضروري بزاف تخدموا بالاطار او بهذا الكادر او لي باغوا. اذا هكذا بعد ما نحطوا الكريمه نحطوا الطبقه الثانيه تاع لاجينواز. اذا انا هذا الجينواز اللي درتها في الاطار الدائري ولا ثاني اللي درتها في الاطار الكاري، اذا في الاثنين قسمتهم على اثنين. اذا في زوج يعني طاوني طبقتين في طبقتين، طبقتين في الدائري وطبقتين في الشكل تاعه يعني مربع. اذا هكذا نحطوا الجينواز تاعنا، نضغطوا عليها شويه
Et j'imbibe toujours la génoise تاعي بالسيرو اللي درته والكريمة فوقهم هكذا. اذا هكذا الطبقه اللي هذه التاليه تاع الكريمه نسووها مليح من الفوق، ندخلوها للكونجيلاتور تشد روحها شويه. اذا نفس الشيء هنايا راني درتها مع الاطار اللي مع الجينواز اللي درتها في الاطار المربع. اذا تجيبوا اطار واحد اخر اللي تخدموا به تحطوه فيها. قلعت لها طبعا الحواشي كيما الاخرى، هي تاني قلعت لها الحواشي هذوك اللي جو اللون تاعهم بني ودرتها في هذا الاطار، ودرت الطبقه الاولى ودرت لها السيرو وفوقها لا كريم، وزدت كذلك الطبقه الثانيه فوالا كيما راكم تشوفوا، ونزيدو السيرو ولا كريم من الفوق. اذا هكذا نضغطوا عليها غير شويه ونديروا السيرو تاعنا من الفوق ونزيدوا لا كريم. اذا وندخلوا هادو الاثنين هاد لي دو طارت دخلتهم للكونجيلاتور، شدوا روحهم مليح مليح يعني دخلوهم حوالي 3 ساعات وهما في الكونجيلاتور. اذا هكذا بعد مرور 3 ساعات وهما في الكونجيلاتور خرجوهم ونضيفوا لهم الكريمه، كريمه السيترون، هذه كريمه الليمون اللي كنت مقبل حضرتها معاكم. راح نحط لكم الرابط تاعها اسفل الفيديو في صندوق الوصف تاخذوها منه. اذا انا هذه الكريمه نفسها كريمه الليمون راني زينت بها هذه لي طاخت تاوعي يعني درتها من الفوق. اذا هكذا تفرغوها. اذا فرغت نصفها هنايا في هذا الاطار الدائري، والنصف اللي بقى لي فغرته فرغته في الاطار المربع. اذا هكذا وبعد ما نفرغوا لا كريم تاعنا كريمه الليمون ندخلوا لا طاخت تاعنا في الكونجيلاتور ونخلوها تجمد مليح مليح. اذا انا خليتها باتت ليله كامله يعني غدوه من داك خرجتها وزينتها، لكن اذا كنتوا قلقين فيها يعني تدخلوها غير شويه يعني تدخلوها ساعتين بساعتين الى 3 سوايع في الكونجيلاتور تجمد لكم تعاودوا تخرجوها. اذا فوالا هذا هو الكاري تاعي بعد ما درت له لا كريم. اذا دخلتهم الاثنين للكونجيلاتور. خرجتهم الكونجيلاتور وحليت الاطار تاعي. اذا هكذا بالسكين قعدت غير شويه هكا يعني كشغل نسيباري الكريمه على لي باغوا، هي ما غاديش ما تكونش لاصقه بزاف يعني غير شويه. هكذا ونحل الاطار تاعي. اذا فوالا كما راكم تشوفوا هادو هما الطبقات اللي درناهم، طبقتين تاع الجينواز وطبقتين تاع لاموس ايفوار او سيترون. فوالا هادو هما كما راكم تشوفوا، ومن الفوق طبقه كريمه الليمون اللي حضرناها من قبل مع بعض، وهذا هو شكلهم. وكذلك الشكل اللي درتها كاري انا بما انه لي باغوا اللي عندي يعني جايين شويه مهودين، اذا اضطريت باش نحط لهم هنا في الحواشي كما راكم تشوفوا الالومنيوم، يعني كي شغل درت لهم جدار بالالومنيوم من الفوق باش كي ندير الكريمه ما تسيليش في الحواشي يعني ويشدوا لي غايه الكريمه تاع كريمه الليمون. واذا كان عندكم اطار عالي يعني احسن ما راحش تحتاجوا للالومنيوم. اذا انا بما ان الاطار تاعي هنا الكاري هذا جاي قصير، اذا كنت مضطره ندير الالومنيوم باش يشد لي الكريمه. اذا فوالا راني قلعتهم ونحلوا الاطار تاعنا.
فوالا ونوخروه على لاطاغ تاعنا. وهادو هما الطبقات اللي درناهم، طبقتين جينواز وطبقتين لاموس. اذا وهذا هو شكلهم في الاخير بعد ما زينتهم. التزيين طبعا يبقى اختياري، انا زينتهم الفوق بالدغاجي وبالورود وبالاوراق. اذا هذا هو شكلهم الفوق، شكلهم يجي رائع وشباب. والبنه كذلك صدقوني جبنان بنان بنان بزاف وخفاف خفاف خفيفه يعني تذوب في الفم. هاد لاجينواز اللي خدمتها معاكم من قبل يعني رائعه، يعني حقيقه مذاق تاعها يجي روعه وتجي خفيفه ويعني ورائعه رائعه بزاف اللي طاخت. اذا هذه هي وصفتنا لليوم، وصفه لا طارت او سيترون او كيكه الليمون اللي حضرناها اليوم مع بعض. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها انتم ثاني وتقولوا لي رايكم فيها. ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع الف سلامه.